قضية أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لا تواجه فقط الغموض حيال مصائر أحبائهم، بل يؤثر الشك وعدم التأكد من المعلومات حوله على صحتهم النفسية. صعب جدا حسام، وبسبب هذا الموضوع مشاكل نفسية تؤذي الأهالي بالتزامن مع الأذى الحاصل بفقدان أبنائهم. نتابع التقرير. هي القصة غير المنتهية لحرب منتهية. أهالي المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان لا يزالون ينتظرون عودة أحبائهم الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وبقي مصيرهم مجهولا حتى يومنا هذا. في نوفمبر تشرين الثاني 2018 أقر مجلس النواب اللبناني القانون 105 للأشخاص المفقودين والمخفيين قسريا، تكريسا لحق ذويهم بمعرفة مصيرهم. وأطلق مجلس النواب عمل اللجنة الوطنية للتقصي عن الحقيقة. عم طالب بابنه هو ورفقاته طلعوا بكفية، كان جزاته هو ورفيقه الخطف. بدنا من الحكومة انه يعطونا نتيجة. كذلك قدم قانون المفقودين الدعم النفسي للأسر بهدف استيعاب الفقدان من جهة، وإعادة مكانة المفقود من رقم إلى هوية من جهة أخرى، إضافة إلى مساعدة الأهالي على التخفيف من العبء الذي ينتاب أهل المفقود. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الزوم من بيروت المعالجة النفسية الدكتورة دانية دبيبو درويش. دكتورة صباح الخير. صباح النور، كيفكم؟ يا هلا فيك دكتورة. يقال بأنه النسيان لا يشفي بل يؤلم أكثر، هناك العديد من الجمعيات والمبادرات أطلقت لمساعدة أهالي المفقودين، ما هي طبيعة هذه المبادرات وأثرها النفسي على أهالي الضحايا؟ والله شوفي، هالمبادرات يعني اللي عم تدعم هالأشخاص بدنا نرفع القبعة لها، لأن ما في أكثر من إنه الواحد يحس حاله عنده مشكلة مضايق وما يكون حدا عم بيعترف إنه في مشكلة. فخاصة هيك مبادرات لما بتجي ويكون في جمعيات وراها ويكون في ناس عم تشتغل لحتى توصل لأشياء ولتدعم هالأشخاص اللي يعني عندهم جد مشكلة صار لها زمان كتير، بتخفف شوي من الوقع النفسي الأليم اللي يمكن صار لهم عشرات السنين عم بيعانوا فيه. ونحن يعني بنعرف أكثر إنه الأذى من البشر بيؤلم أكثر من الأذى من الأشياء الطبيعية، الكوارث الطبيعية. يعني لو إجا فيضان أو عاصفة أو زلزال وانفقدنا أشخاص، يمكن هيدي ما بتقلمنا قد ما نعرف إنه في أشخاص هني عم بيفتعلوا الأذى. شو بيصير الواحد تتلون صورة حياته إنه العالم مش منيح، العالم مأزيين. فلما بيجي هيك مبادرات من عالم كمان من أشخاص بتخفف هالوقع النفسي، بيصير بحس حاله الواحد إنه لا، مش كل العالم مأزيين. دكتورة دانيا، كيف يمكن فهم الأثر العاطفي والنفسي للفقدان على العائلات التي منعت من الوصول إلى الحقيقة؟ والله هو للأشخاص بيعانوا من خسارة بنسميها عادة الخسارة الغامضة أو الخسارة المبهمة، بالإنجليزي ambiguous loss. نحن إذا بيتوفي لنا شخص بيصير عنا مراسم، يعني في منتفاجئ منحزن، بيصير بعدين في صلاة على الفقيد، في جنازة، في تعازي، وبعدين الواحد انه خلص بيختمها براسه انه مش رح شوفه هالشخص اللي بحبه بقى خلص. بس بحالتهم للاشخاص اللي انخطف لهم حدا او ما فقد لهم حدا، ما بيعرفوا انه طيب شو مصير هالشخص، حيرجع حيضلوا مفقود. سو بيصير عندهم شيء بنسميه الحزن المجمد، بيضلوا بفتره حزن طويله اللي بتصير. طيب هنا دكتوره السؤال، هنا السؤال دكتورة، يعني إحدى الأمهات التي فقدت ابنها تقول يا ريت عندي مقبرة، يعني يتمنى الأهالي للأسف الموت على المصير المجهول، وعندهم أيضا شعور بالذنب أنه لا يستطيعون فعل أي شيء لمعرفة مصيرهم. يعني هذا الموضوع كم هو محزن وكم هو مؤلم على الأهل؟
والله قديش محزن وقديش مؤلم، بس هيدي ردود فعل بنشوفها دايما عند هول الاشخاص، الشعور بالذنب انه طب بدي اعرف خلص، انه خليني احس انه ما حيرجع بقى. فهاي يعني لما بيوصل واحد لقرار يمكن بتريحه، مع انه بتضايقه بنفس الوقت، ومرات بفكروا انه طيب شو يعني ما بقى عندي وفاء لهالشخص. فنحن كمعالجين نفسيين كثير مرات بنصير بنجرب نخفف لهم هيدا الاحساس بالذنب، وبنقول لهم انه هيدي رد فعل طبيعي للمشكله اللي عندكم. الواحد هيدا تخبط العواطف عنده، تخبط الافكار، ما عارف حاله معلق ولا مطلق. يعني انا بعرف اشخاص انه بدهم مثلا توفى حدا بدهم يقسموا الورثه، طب ما بيعرفوا كيف عمين بدهم يقسموها، بيحسبوا حساب هالولد او لا. مرات بيحسبوا حسابه للولد، طب بتمد صار لها كثير الشغله. سو يمكن لاسباب عمليه مرات بيقول الواحد انه طيب خليني خلص افقد الامل، وما بقى اتامل انه حيرجع لو بدل شتي غيمت. يعني بصير عندهم طبيعي هالنوع التفكير. دكتورة دانيا، يعني هل الالتقاء بأشخاص في أوضاع مشابهة مثلا يساعد على التخفيف من المعاناة والأثر النفسي؟ كثير. يعني نحن بالعلاج النفسي مرات بنعمل مجموعات لاشخاص عندهم نفس المشكله، فمثل اذا حد عنده مشاكل ادمان، مشاكل خساره، هون لما بيشوفوا اشخاص مثلهم عندهم نفس المعاناه، عندهم نفس العواطف اللي عم تتشقلب كل الوقت، عندهم نفس التفكير اللي بيطلع وبينزل، لما بيشوفوا انه غيرهم مثلهم عم بيفكر نفس الشيء، ما بيعودوا بحسوا حالهم انه هني غلط. لان بهيك الامور كثير الاشياء مرات ردود الفعل نحوها بتكون كثير متناقضه، لما بيشوفوا بمجموعه انه غيرهم عم يتناقض كمان، لان يعني هيدي ما بحس حاله الواحد هو اللي غلط، هيدي مشكله الخساره الغامضه، شغله ما الواحد هو بينقيها، منا مشكله بالفرد، هيدي اجت من ضغوطات خارجية، من حدث خارجي. طيب دكتورة، وجود عادة المجموعات بيساعد. دكتورة، كيف يمكن برأيك للأهل تفادي تحول الشعور من الأمل إلى الإحباط؟ يا شوفي، يعني بيقولوا لك ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. طبيعي بدهم يصير عندهم فترات يحبطوا فيها، خاصة لما بيكونوا اتأملوا وخاب أملهم. مرات كتير بيصير بيجيهم خبرية من فلان ومن كذا انه انا بعرف وينه، انا بحجب لكم اخبار، وبيطلع ما في شيء مرات. سو المطلوب صناعه الامل، انه يتطلعوا على اشياء ثانيه. يعني في هالفرد من العائله اللي مفقود، بس في افراد ثانيه يمكن موجودين، حسب شو دوره للواحد بده يصنع امل جديد، هدف جديد انه يكون عم يشتغل عليه دور جديد. شكرا شكرا الاختصاصيه في العلاج النفسي دانيا دبيبو درويش، شكرا لك. يا هلا.